صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي، ماتش النهارده ان شاء الله هو اول مباراه في الموسم هتكون قدام النادي الاسماعيلي الساعه 8 بالليل على استاد برج العرب في اسكندريه وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي ونجومنا ضيوف الاستوديو على قناه الاهلي، يلا بينا. ماتش النهارده إن شاء الله هو أول مباراة في الدوري قدام النادي الإسماعيلي واحد من كبار الكرة المصرية وهيكون إن شاء الله بداية موسم استثنائي، الموسم ده المفروض إن هو استثنائي ليه؟ عشان بيشهد عودة العنصر رقم واحد في المنظومة الكبيرة دي منظومة النادي الأهلي وهو جمهوره. الموسم ده إن شاء الله هيكون بحضور جماهيري، المسؤولين كده يعني بيبتدوا يجربوا بحضور جماهيري يعني بأعداد محدودة وإن شاء الله لو التجربة نجحت هنكمل لحد آخر الموسم وإن شاء الله الأعداد كمان تزيد. كمان مش الجماهير بس هي اللي هتزيد في الموسم ده، لا في حاجات كتيرة جدا متغيرة وجديدة في النادي الأهلي بعيدا عن التيشيرت الجديد ودكة البودلة الجديدة اللي هنا على ملعبنا، كمان النادي داخل بقايمة قوية جدا وصفقات مميزة جدا، منها مثلا الثنائي الأفريقي القوي جدا مكسوني وبيرسي تاو اللي كلنا مستنيين نشوفهم ونشوف تألقهم مع النادي الأهلي، وكمان اتنين من الصفقات الجديدة برضو كانوا نجوم الدوري الممتاز اللي انضموا للفريق زي حسام حسن وكمان كريم فؤاد واثنين راجعين بقى من الاعاره بعد ما كسروا الدنيا الموسم اللي فات ورجعوا لنا الموسم ده عمار حمدي واحمد عبد القادر ان شاء الله النهارده يعني نشوف بقى مستر بيتسو موسيماني هيعمل ايه بالعناصر الكتيره دي والعمق الكبير اللي في القايمه يعني ما شاء الله لكن لسه بتستمر الغيابات اللي كانت كتير جدا الموسم اللي فات لكن ان شاء الله عندنا ثقه في كل لاعيبتنا النهارده كابتن محمد الشناوي كابتن وقائد الفريق للاسف مش هيكون موجود النهارده للاصابه ومعاه كمان محمود متولي وصلاح محسن وكابتن وليد سليمان يعني كده بعد الاصابه اللي حصلت له في ماتش بطل النايجر مش عارفين يعني هيكون موجود ولا لا بنتمنى له السلامه ان شاء الله لكن عندنا ثقه في كل اللعيبه وباقي القايمه ان شاء الله في ماتش النهارده ان هم يعملوا ماتش كبير. طبعا مباراة الاهلي والاسماعيلي دي حاجة كده من كلاسيكيات الكرة المصرية واحدة من اهم المباريات اللي بتبقى في الموسم بتاعنا اللي بيكون طويل جدا ماتش الاهلي والاسماعيلي وطبعا الحمد لله يعني بلا فخر النادي الاهلي يعني سجله حافل جدا قدام النادي الاسماعيلي و كسبنا بنتائج كبيره جدا وعلى مستوى المواجهات المباشره فريقنا بيتفوق بشكل كبير كمان بالنسبه للمواجهات المباشره اللي بنتكلم عليها دي فريقنا كسب قبل كده بنتائج كبيره جدا زي مثلا ما كسبنا 8 0 وكمان 6 0 اكتر من مره واللي اخرها كانت في موسم 2004 2005 على استاد إسماعيلية اللي بالمناسبه في ناس بتقول ان احنا بنخاف نروح نلعب هناك لكن دي مش مشكلتنا النادي الاسماعيلي بقى الموسم اللي فات كسبناه 2-0 في الدور الأول وتعادلنا 1-1 واحد واحد في الدور الثاني والحمد لله الحمد لله يعني الله أكبر على فرقتنا من نوفمبر 2010 ما خسرناش ولا مباراة قدام الإسماعيلي، ما شاء الله يعني نمسك الخشب، فريقنا الحمد لله مكمل سلسلة اللا هزيمة وإن شاء الله تكمل كمان النهارده. النادي الإسماعيلي بقى داخل الموسم دوت بطموحات جديدة مع كابتن طلعت يوسف اللي بالمناسبة بنتمنى له السلامة، كابتن طلعت عنده يعني مصاب بفيروس كورونا وان شاء الله يقوم لنا بالسلامه مش هيكون موجود على الدكه في ماتش النهارده لكن النادي داخل بطموحات كبيره في الموسم الجديد وده اللي شايفينه في التدعيمات اللي قام بيها في الفتره اللي فاتت زي احمد عادل عبد المنعم والترهوني واحمد عيد وكمان معاهم يعني مجموعه كبيره من النجوم زي عبد الله جمعه ان شاء الله بقى يكونوا النهارده مش موفقين ومش في حالتهم وان شاء الله يكون الماتش بتاعنا وقبل ما نختم بنفكركم بسؤال حلقتنا عن واحد من نجوم الاهلي الكبار، النجم ده بدأ مشواره في الصعيد وبعد كده اتجه لمنطقه القناه، لعب قبل كده مع جيلبرتو والصقر ودروجبه وكمان كابتن محمد صلاح ابو جريشه، واتدرب مع مانويل جوزيه وحسن شحاته وحسام البدري وكمان كابتن محمد يوسف، النجم الكبير دوت كسب دور الابطال وكسب السوبر وشارك في كأس العالم للانديه اكتر من مره وكمان توج بكأس الامم الافريقيه اكتر من مره، يا ترى مين هو النجم دوت؟ مستنيين تعليقاتكم عن الإجابة بنجم النهاردة هو مين ونشوفكم إن شاء الله يوم الحد اللي جاي وحلقة جديدة قبل مباراة البنك الأهلي في الدوري. ويلا. يعني.